مباشر من اكتيفيجن، هنا سي تي ار تي في. مرحبا، انا تشي. انا متحمس جدا. وكان هذا ستو. اليوم لدينا ضيف مميز، اتمنى ان يكون جمهورنا مستعدا، فهو بارع في طهي الكباب. هذا التنين الصغير الارجواني النافث للهب وناطح الاعداء سيبهج يومنا. اشتعل حماسا الان. هذا ليس كل شيء، لقد تحدى جميع السائقين ليسابقوه على مضماره الخاص. اشتعل حماسا. وصلني خبر ان سبايرو لن يكون بمفرده. لننهي السباق، علي العودة الى بيانكا. لست بشع وسأثبت لكم. اتشعر بالحماس؟ لانني متحمس. انا متحمس. خبر عاجل يا اصحاب، سنلقي نظرة حصرية على السيارات الجديدة ذات التقنيات العالية. شغفي للسباقات قد اشتعل من جديد. هذا ما لدينا لهذا الموسم على سي تي ار تي في. اذهبوا واحرقوا بعض الإطارات.